في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسون يقول في بيان له إن جميع الوفود المشاركة في المباحثات الدستورية قدمت بعض التنقيحات على بعض النصوص المقدمة، منتقدا أطراف اللجنة الدستورية. نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي يهدد بأن بلاده لن تغض الطرف عن فشل الدول الغربية في الامتثال للقرار المتعلق بالمساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا. محافظة إدلب تسجل حالتي انتحار خلال 48 ساعة الماضية لطفل شنق نفسه في خيمته ضمن مخيم كمونة، وفنان تشكيلي أطلق النار على رأسه مباشرة في منزله بمدينة سلقين. صحيفة الجارديان تقول إن روسيا اتبعت جرائم حرب في سوريا بالاعتماد على 5 استراتيجيات رئيسية وهي تكررها اليوم في أوكرانيا، بينها سياسة الحصار والتجويع والتهجير واستهداف البنية التحتية المدنية والمراكز الحيوية. اللجنة السورية التركية المشتركة تصرح بأن رئاسة الهجرة التركية قررت عدم تجميد كرت الهلال الأحمر للسوريين الذين جمدت بطاقات الحماية الخاصة بهم مؤقتا تزامنا مع حلول شهر رمضان. مركز الإحصاء الأوروبي يقول إنه خلال عام 2020 شكل السوريون واحدة من أعلى النسب بين الحاصلين على جنسية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 50 ألف جنسية.